على لائحه التصفيات الخاصه بكاس امم افريقيا اللي هتبتدي من النهارده، ودي بدايه بتيجي بعد توقف استمر تقريبا لمده سنه بسبب طبعا ازمه او بسبب تفشي فيروس كورونا. النهارده كينيا وجزر القمر هيلعبوا النهارده تحديدا، يمكن ابتدى الماتش في اللحظات اللي احنا بنكلم حضراتكم فيها، ودي تعتبر ثالث مواجهه في التصفيات بعد ما اتعملت اول جولتين في نوفمبر الاخير يعني من سنه فاتت. من اهم التعديلات في اللائحه الجديده انه عدد التبديلات اللي هيكون مصرح بيها لكل فريق هيكون 5 لعيبه، بشرط طبعا زي ما حضراتكم حفظتوا بقى انه يتم اجراءها على 3 مرات خلال سير اللقاء. كمان مفترض انه قائمه كل فريق في المباراه تضم على الاقل 15 لاعب، منهم 11 لاعب بيشاركوا طبعا في بدايه المباراه، واربعه على دكه البدلاء، وطبعا لابد ان يكون ده طبيعي جدا من بينهم حارس مرمى. اما في حال اذا ما اكتملتش القائمه او تعذر سفر اي منتخب لاي سبب تتعلق بالوضع الوبائي يعني بسبب فيروس كورونا، فهيتم اعتباره خاسر للمباراه بنتيجه 2-0. خليني كمان اروح لجمال محمد علي نائب رئيس اللجنه الخماسيه المكلفه باداره شؤون اتحاد الكوره، اللي اكد طبعا انه تواصل ان وليد العطار مدير التنفيذي للجبلية تواصل معاه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن مد القيد للأهلي والزمالك، وزي ما حضراتكم عارفين مشكلة كان بقالها فترة، وقالوا ان هم هيقدروا يمدوا القيد نظرا لانشغالهم بمواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر ليها يوم 27 من الشهر الجاري طبعا على استاد القاهرة الدولي. جمال محمد أوضح خلال قرعة أندية القسم الثاني بمجموعاته الثلاثة ان الاتحاد الدولي طلب ان تتم دراسة موقف اللاعبين غير المقيدين بشكل فردي، ويتم طبعا تأييدهم إن أمكن بعد غلق باب القيد، بجانب أن اللاعب المسجل في نادي وتم رفع اسمه ولم يتمكن من الانضمام لصفوف فريق آخر، النادي الأصلي التابع ليه يكون ملزم بسداد قيمة عقده لحين أن يتعاقد اللاعب مع نادي جديد في انتقالات يناير. طيب خليني يمكن ده واحد من النقط اللي هنتكلم فيها النهاردة مع ضيفنا كابتن ماهر همام. خليني أقول لحضراتكم بقى تفاصيل